السلام عليك يا أبا مقتدى، السلام عليك يا أبا مصطفى، السلام عليك يا محمد الصدر، السلام عليك أيها العبد الصالح، السلام عليك أيها الإمام التقي، السلام عليك أيها الزاهد، السلام عليك أيها العابد، السلام عليك يا من اقتلعت الخوف من قلوب العراقيين، السلام عليك يا من عرفت الله، السلام عليك يا من أطعت الله، السلام عليك يا أبا مقتدى، السلام عليك أيها المجاهد، السلام عليك يا من حاربت الهدام، السلام عليك يا مؤسس الجمعة، السلام عليك يا محيي الجمعة، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، السلام عليك وعلى أصحابك الشهداء، السلام عليك وعلى الشهيد علي الكعبي، السلام عليك وعلى جميع شهداء الجمعة، السلام عليك وعلى شهداء جيش الإمام المهدي، السلام عليك وعلى شهداء سرايا السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا هذه الزيارة أصالة عني وعن الأخوة الذين وصوني بزيارتي والدعاء كذلك نيابة عن شهداء جيش الإمام المهدي وشهداء سرايا السلام. نسأل الله سبحانه وتعالى القبول بحق محمد وآل محمد.